أهلا بكم من جديد. ارتفع المؤشر العام لبورصة البحرين خلال أسبوع مدفوعا بصعود أسهم قيادية لقطاع البنوك والاستثمار، وزاد المؤشر العام للبورصة بنسبة 1.31% مواصلا صعوده على نفس نهج الأسبوع الماضي. التفاصيل مشاهدينا في سياق التقرير التالي. بلغت كمية الأسهم ووحدات الصناديق الاستثمارية العقارية المتداولة في بورصة البحرين خلال هذا الأسبوع 12,580,000 سهم ووحدة، وقد بلغ إجمالي الأوراق المالية المتداولة بقيمة إجمالية قدرها 2,232,000 دينار، نفذها الوسطاء لصالح المستثمرين من خلال 274 صفقة. وقد تداول المستثمرون خلال هذا الأسبوع أسهم 20 شركة، ارتفعت أسعار أسهم 9 شركات في حين انخفضت أسعار أسهم 5 شركات، واحتفظت باقي الشركات بأسعار إقفالها السابق. وبحسب مساهمة القطاعات في القيمة الإجمالية للأسهم، فقد استحوذ على المركز الأول في تعاملات هذا الأسبوع قطاع البنوك التجارية، حيث بلغت قيمة أسهمه المتداولة 1,368,000 دينار، أو ما نسبته 61% من إجمالي قيمة الأسهم المتداولة. أما المرتبة الثانية فقد كانت من نصيب قطاع الصناعة، حيث بلغت قيمة أسهمه المتداولة 470,000 دينار بنسبة 21% من إجمالي قيمة الأسهم المتداولة في البورصة. والآن نترككم مع أسعار صرف الدينار البحريني مقابل العملات الخليجية والعالمية.